بتوجيه من الرئيس الأسد جولة تفقدية للعماد أيوب على عدد من تشكيلاتنا ووحداتنا العاملة في حلب. آلاف المنشورات على أحياء حلب الشرقية تدعو المسلحين لاغتنام الفرصة والاستفادة من مرسوم العفو. شهداء وجرحى بينهم مراسل الإخبارية في اعتداء إرهابي على تجمع لإجراء مصالحة محلية بريف درعا. الساعة الإخبارية، السلام عليكم. بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يقوم بجولتين تفقديتين على عدد من التشكيلات والوحدات العسكرية العاملة في مزارع الملاح وبني زيد والخالدية بحلب وريفها. بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد فيها عددا من تشكيلاتنا ووحداتنا العاملة في مزارع الملاح وبني زيد والخالدية بحلب وريفها. التقى خلالها المقاتلين ونقل لهم محبة الرئيس الفريق بشار الأسد واعتزازه ببطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي عاثت فسادا وتخريبا في كل مكان دنسته من أرض الوطن. واستمع العماد من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام القتالية التي تنفذها القوات العاملة في حلب وعن مراحل تنفيذ العمليات العسكرية والنجاحات التي تحققت على أيدي رجال الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية والقوى الرديفة ضد الإرهابيين، كما اطلع على حجم التخريب الذي خلفته المجموعات الإرهابية في المناطق التي كانت تسيطر عليها، وزود القادة بتوجيهاته لتوفير كل متطلبات الصمود وتحقيق المزيد من الانتصارات وتأمين الاحتياجات الضرورية لأهلنا في حلب. وأشاد العماد رئيس هيئة الأركان العامة بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتحلى بها أبطال الجيش العربي السوري وبإرادتهم الصلبة وعزيمتهم التي لا تلين. وفي ختام جولته أكد العماد أن الجيش العربي السوري مصمم على مواصلة تنفيذ مهامه تجسيدا لواجباته الوطنية والدستورية في حماية الوطن وتوفير كل متطلبات الأمن والأمان لشعبنا السوري الذي ينتظر بفارغ الصبر المزيد من الانتصارات لإعادة الأمن والاستقرار إلى أرض سوريا الطاهرة وتخليصها من رجس الإرهاب. بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون أبناء سوريا البررة الذين يبذلون كل غال ونفيس كرم تضحيات الشهداء والجرحى وبطولاتهم وكرم أبناء الوطن الذين ينتظرون في كل ساعة بزوغ فجر الانتصار على العدوان. مروحيات الجيش العربي السوري تلقي آلاف المنشورات على أحياء حلب الشرقية تدعو من خلالها المسلحين للاستفادة من مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد. المنشورات خاطبت الذين تورطوا بحمل السلاح ضد الدولة بالقول حافظ على بيتك وبلدتك ومدينتك، ذلك عبر إلقاء السلاح، داعية المتورطين إلى اغتنام الفرصة وتسوية أوضاعهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. ودعت المناشير للتخلص من المرتزقة وترك السلاح والاستفادة من العفو والمساهمة في إعادة بناء حلب. شهداء وجرحى وأضرار مادية في استهداف المجموعات الإرهابية أحياء الحمدانية وصلاح الدين والأعظمية في حلب بعدد من القذائف. تستمر قذائف الحقد على الأحياء المدنية الأمنة في حلب، لا تفرق بين بشر أو حجر،
حيث استهدفت قذائف الإرهابيين أحياء الحمدانية في حلب، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال. نحن الآن بحي الحمدانية، كما تشاهدون عشرات القذائف تتساقط في تلك المنطقة، إلا أننا ننقل الصورة الواقعة لمشاهدينا. تتابعون بعدسة الإخبارية السورية استهداف المدنيين في تلك المنطقة، إلا أننا موجودون مع رجال الله، رجال الجيش العربي السوري. بعد تنزل مطر كوري من حي الحمدانية ومن حي الجيش ومن حبيب، بحي شعب الحمدانية كله، لأن الرجال صامدة ونساء صامدة وسوريا بلدنا وحلب بلدنا. كما طالت القذائف الإرهابية أحياء أخرى من مدينة حلب كصلاح الدين والعظمية، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية. هنا بمشفى الجامعي حيث تم استهداف أكثر من عدد من الصواريخ المتفجرة إلى حي الحمدانية مشروع 3000، كما تشاهدون بعدسة الكاميرا الإخبارية الشهداء. أيضا أهالي الشهداء الموجودين في المنطقة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احكي لنا شو اللي صار بالمنطقة؟ ما في شيء، باركين بأمان الله، يا غافل لك الله مثل ما بقوله. فجأة ملا إلى قذيفة في قلب البيت، استشهد الولد عمره 5 سنين ولحقته أخته وراه، وباقي أهله مصابين. بيتنا بالعظمية جنب جامع بلال، انضربت قذيفة وصار فيني هيك، أنا وأختي. أختك الحمد لله بخير ولا شلون؟ ما بعرف والله، هلا أخذوها. شو بيقول للمسلحين اللي كيف ضربوا؟ بلن الله لا يوفقهم، إن شاء الله ما يوفقهم بشيء، والله يحمي الجيش العربي السوري. هذا وتستمر قذائف الحقد والإجرام بالتساقط على أحياء حلب، إلا أن قذائف الحقد لم تستطع أن تثني عزيمة وصمود أهالي المدينة. وزيرا الإدارة المحلية والصحافي حلب يؤكدان زيارة لهم لحلب، وتأكيد على أن الدولة حريصة على توفير احتياجات الأهالي الوافدين من الأحياء الشرقية للمدينة. بالتوازي مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية في حلب، تتضافر جهود الحكومة السورية لإعادة تأهيل المناطق المطهرة والعمل على توفير كل ما يلزم للسكان من خدمات. هذا ما أكده وزيري الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف والصحة الدكتور نزار وهبي يازجي خلال جولتهم في حي بني زيد في محافظة حلب. وفي اجتماع للوزيرين مع محافظ حلب الدكتور محمد مروان علبي وعدد من المعنيين في فندق شهباء، أكد المهندس حسين مخلوف حرص الدولة على وضع كافة الإمكانيات لتوفير احتياجات الأهالي الوافدين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. لزاما علينا أن نقوم بكل التحضيرات، وهذا ما يحدث فعلا اليوم في محافظة حلب، لاستيعاب كل أبناء الوطن، ومن خلال تشكيل خطة محكمة وبلجان ومهام محددة لكل أفراد هذه اللجان، بدءا من المعابر واستقبال الناس، تقديم الخدمات الطبية والإسعافية الأولية، مرورا بالنقل الآمن إلى مراكز الإيواء المحضرة والمجهزة بكل مستلزمات العيش الكريم من مأكل ومشرب وخدمات صحية وكل شيء. من جانبه أشار الدكتور يازجي وزير الصحة إلى حرص الوزارة على رفد مدينة حلب بالشحنات الدوائية بصورة مستمرة، بما يوفر مخزونا دوائيا فيها لتلبية احتياجات القطاع الصحي، مشيرا إلى جهود الوزارة في إطار تأمين الخدمات الطبية لكافة المواطنين، مع التركيز على الأهالي الوافدين من الأحياء الشرقية. من خلال هذه الجولة تم الاجتماع مع اللجنة الفرعية للإغاثة من أجل الاطلاع على آلية العمل للمرحلة القادمة بوجود رئيس لجنة الإغاثة معنا، وتم الاطلاع من خلال المدراء المعنيين في هذه اللجنة كلهم على حدة ماذا يمكن أن يعمل للمرحلة القادمة من أجل الاطمئنان على من سيخرج من هذه المناطق إلى داخل حلب ليكون في مناطق يستطيع من خلالها تأمين له كل متطلبات العيش. يأتي ذلك في ضوء ما قدمه الدكتور محمد مروان علبي
خلال الاجتماع من عرض للجهود التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية، وخصوصا من حيث الاستعداد التام لاستقبال الوافدين من الأحياء الشرقية عبر المعابر، منوها إلى تشكيل العديد من اللجان المعنية بتقديم كل الخدمات اللازمة لهذه الأسر. أهالي حلب يعبرون عن امتنانهم الكبير لما قدمه الجيش العربي السوري من تضحيات للقضاء على الإرهاب في حي بني زيد ومعامل الليرمون ومعامل الخالدية والسكن الشبابي. الحمد لله بفضل القوات المسلحة والجيش تم تحرير هذه المنطقة وتم إعادة نبض الحياة إلى هذه المنطقة. الحمد لله الجيش العربي السوري سيطر على بني زيد وهلا نطلع على الشارع. هلا بعد ما أخذ الجيش العربي السوري بقى حي بني زيد صرنا نلعب ولا خوف ولا شيء. الحمد لله رب العالمين، كنا ندعي لجيشنا الباسل وندعي لقواتنا المسلحة والرحمة على شهدائنا، ونحن عرب سوريين ما نتخلى عن وطننا ولا عن وحدتنا ولا عن قيمنا ولا عن أخلاقيتنا. الحمد لله الحمد لله، الله ينصر الجيش، الله يقويهم، الله يحمي الوطن. ولولا مساعد الجيش العربي السوري والله ينصره ما تم لنا راحة البال وهالاطمئنان هاد. الله يخلي لنا الجيش العربي السوري حملنا كل المنطقة. ندعي إنه الجيش العربي السوري يحمينا كلياتنا. شكرا لكم، وكلمة الشكر تقال مجازا، لا يمكن أن نكفيكم ما فعلتم لأجل هذا البلد ولأجل هذا الحي. فضيحة جديدة تكشف زيف سياسات البيت الأبيض تمثلت بعثور الجيش العربي السوري على مخازن أسلحة أمريكية تابعة للمسلحين في منطقة بني زيد بحلب. تثبت الأحداث سقوط ما تروجه الإدارة الأمريكية عما تسميه واشنطن المعارضة المعتدلة في سوريا، وكذلك زعمها بمحاربة التنظيمات الإرهابية. عمليات الجيش العربي السوري والتي تسقط أحلام الإرهابيين ومشغليهم تكشف في ذات الوقت خيوط الدعم الأمريكي لهذه الجماعات التكفيرية. وحدة من الجيش العربي السوري عثرت خلال عملياتها في حي بني زيد بحلب على مخازن أسلحة أمريكية للتنظيمات الإرهابية بينها صواريخ تاو. معطيات تؤكد مجددا اليد الأمريكية الممدودة للتنظيمات الإرهابية والتي تغذيها بالسلاح، ومن بينها تنظيم جبهة النصر الذي تدعي واشنطن محاربته، ما يضع الإدارة الأمريكية مجددا أمام الحقائق التي لم تعد تخفى على أحد. السياسات الأمريكية التي توغلت في التحالف مع الإرهاب تحت غطاء اللعب على المسميات المختلفة لتمرير المشاريع الخادمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بأتت في مساحة مكشوفة أمام الرأي العام العالمي على وقع صمود السوريين وانتصاراتهم، والتي أسقطت ولا تزال حلقات العدوان الإرهابي. ارتقى شهيدان وأصيب نحو 5 بجروح بينهم مراسل الإخبارية ربيع عديبة جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون تجمعا شارك فيه مئات من مواطني بلدة مثبين بريف درعا أثناء اجتماع لإجراء مصالحة محلية. الزميل ربيع عديبة أعد التقرير التالي. وطني على خطى المصالحة الوطنية تسعى الدولة السورية إلى اتخاذ كافة الوسائل والسبل لتحقيق عودة الأمان إلى ربوع سوريا. درعا جنوبا كانت شاهدة على إصرار السوريين على نبذ الإرهاب وداعميه. أكثر من 3000 شخص توافدوا إلى منطقة مودبين في درعا استجابة لدعوة الرئيس بشار الأسد لإنجاز المصالحات، لا سيما بعد صدور العفو الرئاسي الذي يفتح الباب واسعا أمام التئام شمل السوريين. حابين إن شاء الله تنتهي الأزمة وتفك البلد ونطلع ونفوت وما نضل نكتل بعض. جاي عمل مصالحة العفو، جاي نعمل مصالحة، يعني سيادة الرئيس يعني ما قص، يعني كلها رغم كل الأشياء هذا يعني العالم يعني عم ترجع، يعني لميت يعني تظل سوريا يعني هيك. إن شاء الله كل واحد يرجع لحضن الوطن
وبرجع للوطن. تعامل الجيش كثير يعني مناسب والحمد لله، كلياتهم استقبلونا احسن استقبال. طيب شو رساله الجيش المسلح؟ بتمنى انه الكل يجي قد يسوي وضعه ويصالح، لانه احسن استقبال هذا برايي يعني. رد الارهاب على مبادرات المصالحه كان عبر توجيه قذائف حقدهم الى صدور الذين بادروا بالعوده الى حضن الوطن. شخصان استشهدا وأصيب آخرون بجروح جراء الاعتداء الإرهابي. أحد الشهيدين هو شقيق موقوف تم إخلاء سبيله بموجب العفو عن تهمه. بدلا من حقن دماء السوريين والعمل على إنجاز المصالحات التي تحمي البلاد من الحرب الإرهابية المدمرة، يلجأ الإرهابيون وداعموهم لعرقلة تلك المصالحات ونشر المزيد من القتل وسفك الدماء. الأهالي أشاروا إلى أن محاولات الإرهابيين إفشال المصالحة مصيرها الفشل، مؤكدين تصميمهم على إنجاز المصالحة وإعادة الاستقرار إلى بلداتهم وقراهم المجاورة والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وأعمالهم الاعتيادية، حيث انتقل الأهالي إلى مكان آخر وتمت تسوية أوضاع عدد من الأشخاص وإطلاق سراحهم. نحن ندعوك الآن للعودة ونفتح الباب للعودة ونمد اليد للمصالحة، فإن مددت يدك فأحلم بك، والله يبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وإن أبيت فخصمك الله، خصمك الله، خصمك الله، لأننا نريد الصلح ونريد المسامحة ونريد المصالحة ونريد المصالحة. كنتم ترسلون إلى حلب هديتكم وتقول يا حلب نصرك فتح الباب للمصالحة وللعفو، فنحن أهل درعا وحوران سنكون الأوائل المتقدمين في المصالحة. يوم الآلام، نعم، لماذا صعدوا؟ لماذا رموا قذائف؟ صعدوا ورموا قذائف يعني في حال إتمام هذه المصالحة في الآلام. لم يبقى دولارات معهم، وحتى مموليهم سيكفوا عنهم، إنهم تكفيرين قتلة. ماذا يريدون من هذه المصالحة؟ لماذا؟ لأنهم سيخسروا ويخسروا كل شيء. يجب إنجاح هذه المصالحة، ولن نسمح لأي خبيثة ومفسدة وكافرة وسموها بالدنيا أن تفشل المصالحة. وشهدت محافظة درعا في الأشهر الأخيرة العديد من المصالحات المحلية بعد تسليم عشرات المطلوبين أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم لإعادة الاستقرار إلى العديد من القرى والبلدات، فيما تحاول التنظيمات الإرهابية إفشال المصالحات المحلية. من محافظة درعا، ربيع ديبي، الإخبارية السورية. دمر سلاح الجوف الجيش العربي السوري 3 مقرات وتجمع آليات لتنظيم داعش الإرهابي شمال قرية مفكر شرقي بيت حمى أو ريف حمى. وفي دير الزور دمرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة مقرا ونفقا لإرهابي التنظيم كانوا يستخدمونه في التنقل بحي الصناعة. خطوات متتابعة ترسخها وحدات الجيش العربي السوري على أكثر من محور، تسقط معها كل أحلام الغزاة ومشغليهم. وحدات من الجيش فرضت سيطرتها على بلدة حوش الفارة في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد أحكامها الطوق على المجموعات الإرهابية من جهات عدة. في ريف القنيطرة قضت وحدات الجيش على العديد من الإرهابيين المرتبطين بكيان الاحتلال الإسرائيلي، واشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل من تل صاحي غربي خان أرنب إلى إحدى النقاط العسكرية في محيط البلدة. وهات الاشتباكات بتكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد الحربي وإجبار من تبقى منهم على الفرار.
عمليات مستمرة تقلب المعادلات وتؤكد انتصار صمود. مصدر عسكري أكد سقوط قتلى ومصابين في صفوف داعش خلال غارات للطيران الحربي السوري على أوكارهم وتجمعاتهم في دير الزور، في حين دمرت وحدات من الجيش مقرا لإرهابي داعش عبر حفرها نفقا تحته، وخاضت مواجهات عنيفة مع الإرهابيين في حي الصناعة. على محور درعا سقط قتلى ومصابون بين صفوف التنظيمات الإرهابية خلال عمليات الجيش المتواصلة بمنطقتي درعا البلد ودرعا المحطة. في الساعة بعد الفاصل، ديمستورا في طهران ونائبه في دمشق لبحث التسوية السياسية وتحضيرات محادثات جنيف. ديمستورا في طهران ونائبه في دمشق لبحث التسوية السياسية وتحضيرات محادثات جنيف. وزيرا الداخلية والعدل يتفقدان أوضاع المقيمين في أحد مراكز الإيواء في عدرا بمحافظة ريف دمشق. قادة داعش يفرون من الموصل ومقتل وإصابة عدة عراقيين في تفجيرين إرهابيين بالأنبار وكركوك. أهلا بكم من جديد. التحضيرات الجارية لاستئناف المباحثات في جنيف خلال الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى محادثات إيجاد حل للوضع القائم في سوريا، بحثها الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين مع رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا. وأكد المقداد استعداد الحكومة السورية لاستئناف هذه المباحثات دون شروط مسبقة، وأن تكون في إطار سوري سوري دون أي تدخل خارجي. وبين المقداد ضرورة تركيز مختلف الأطراف على مكافحة الإرهاب، وشرح التطورات الأخيرة في مدينة حلب والمبادرة التي أطلقها الرئيس بشار الأسد بمنح عفو عن المسلحين وتسوية أوضاعهم على طريق تهيئة الظروف المطلوبة لتحقيق الأمن والاستقرار في حلب وباقي الأراضي السورية. بينما أوضح رمزي حرص الأمم المتحدة
على بذل كل جهد ممكن لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا. وفي تصريح صحفي أعلن رمزي أنه التقى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ودار الحديث حول الأزمة في سوريا والعملية السياسية كما نص عليها القرار 2254. التقيت اليوم بالسيد الوزير الخارجية وليد المعلم وكذلك بالسيد نائب الوزير الدكتور المقداد. هذه اللقاءات تأتي في إطار الاتصالات المستمرة ما بين المكتب المبعوث الخاص والحكومة السورية فيما يخص العملية السياسية وبشكل خاص عملية الانتقال السياسي كما هي موجودة في قرار مجلس الأمن 2254. تحدثت أنا والسيد الوزير ونائبه بشأن بعض القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وبصفة خاصة قضايا الانتقال السياسي وكيف يمكن جعل هذه العملية عملية ذات مصداقية. أكد لي السيد الوزير أن الحكومة السورية على موقفها من أنها سوف تشارك في المحادثات التي يزعم المنتظر عقدها في خلال أسابيع بنهاية شهر أغسطس القادم. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا بحث في طهران سبل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة في سوريا. الحراك الذي بدأه المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا ونائبه في المنطقة جاء بعد مشاورات معمقة ومكثفة بين روسيا والولايات المتحدة بصفتهما رئيسي مجموعة دعم سوريا. الزيارة التي يقوم بها دي مستورا إلى طهران جاءت بعد اجتماعين أحدهما ثنائي بين لافروف وكيري في لاوس والآخر ثلاثي روسي أمريكي وأممي، حيث يحضر المبعوث الدولي الساحات لإعلان تفاصيل الاتفاق بين موسكو وواشنطن بخصوص فصل ما توصف بالمعارضة المعتدلة عن الإرهابيين في ضوء الإنجاز المهم الذي تحقق في حلب. وبانتظار إعادة استئناف الحوار السوري في جنيف يحاول دي مستورا مواكبة الاتفاق الروسي الأمريكي وتهيئة الظروف لإنجاح الحوار المبني على أساس وثائق وقرارات الأمم المتحدة وبيانات ميونخ وفيينا والتي تؤكد على أولوية محاربة الإرهاب وعلى الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة السورية. ولا شك أن زيارة طهران ولقاء المسؤولين فيها هو تأكيد على الدور الإيراني المهم في محاربة الإرهاب ودعم جهود التسوية السياسية في سوريا وتأييد جهود دي مستورا لإعادة استئناف الحوار السوري على عكس فرنسا التي تحاول التصيد بالماء العكر والتأثير بشكل سلبي على الجهود الدولية رغم ما أصاب الفرنسيين من ضربات إرهابية، إلا أن حكومة أولاند لا تزال تصر على البقاء في محور دعم الإرهابيين ضد سوريا وحكومتها التي تكافح الإرهاب بلا هوادة. اللواء محمد الشعار وزير الداخلية والدكتور نجم الأحمد وزير العدل ومحافظ ريف دمشق علاء إبراهيم يتفقدون أوضاع المقيمين في أحد مراكز اللواء في عدرا بمحافظة ريف دمشق. تفقد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية والدكتور نجم الأحمد وزير العدل ومحافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أوضاع المقيمين في أحد مراكز الإيواء في عدرا بمحافظة ريف دمشق الذين نزحوا جراء الجرائم الوحشية التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية في الرقة وحلب ودير الزور وغيرها من المحافظات السورية. وخلال الاطلاع على أوضاع المقيمين في المركز والاستماع إلى متطلباتهم أكد اللواء الشعار أن الدولة السورية حريصة على تأمين كل مستلزمات المقيمين في مراكز الإيواء وتذليل العقبات التي تواجههم. الحمد لله ما في إزعاج هوني، بس والله العظيم بدنا أهالينا يعني. أعتز بهذا البلد وبقيادته وبالروح بالدم لفيك يا بشار، بالروح بالدم لفيك يا بشار، بالروح بالدم لفيك يا بشار. اللواء الشعار طلب من القائمين على المركز ضرورة تأمين احتياجات المقيمين الإنسانية والمعيشية والعمل على معالجة طلباتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبدورهم عبر المقيمون في المركز عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة في تأمين الإقامة الآمنة واحتضانها لهم.
صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي راعي كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يرعى الاحتفال الكبير الذي أقامته كنيسة القديس جورجيوس خلال الزيارة الرعوية التي قام بها إلى جديدة عرطوس. أنا أعبر عن فرحتي الكبيرة بوجودي بالجديدة اليوم، ونحن مستقرين ونحن ثابتين ونحن موجودين، ونحن الأيام صعبة يمكن، ولكن مهما قست الأيام نحن أقوى من قساوتها. سوريا مهد الحضارات ومهد الديانات، ومن المسيحية انطلقت من سوريا، وبالطبع تماسك كل أطياف البلد حكومة، سيادة الرئيس أولا الدكتور بشار الأسد مع الجيش العربي السوري مع الشعب الطيب أبناء كل هذا البلد، هالتماسك العظيم اللي بدأ في سوريا هو أولى أسباب وقوف وصمود هذه البلد. جدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي دعوته إلى وقف الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا ودول في المنطقة، مكررا مطالبته الدول الداعمة والممولة للإرهاب بوقف هذا الدعم. وخلال قداس في كنيسة الصرح البطريركي جدد البطريرك الراعي نداءه إلى الأسرة الدولية والدول المعنية بالحروب وبدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة للعمل الجدي على إيقاف هذه الحروب وإيجاد الحلول السياسية للأزمات في المنطقة وإحلال السلام العادل والشامل فيها وإعادة جميع المهجرين والمخطوفين إلى أوطانهم وممتلكاتهم. قادة داعش يفرون من الموصل ومقتل عدد من رجال شرطة حرس الحدود العراقية وإصابة آخرين اليوم جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف مقرا لهم غربي محافظة الأنبار. قوات عسكرية كبيرة تحشد على حدود مدينة الموصل الشمالية والجنوبية وهي بانتظار ساعة الصفر لخوض معركة تحرير المدينة من رجس الإرهاب. متزعمو تنظيم داعش الإرهابي يفرون من الموصل، هذا ما أكده وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي كاشفا أن العديد من عائلات ومتزعمي تنظيم داعش الإرهابي في الموصل باعوا ممتلكاتهم وفروا من المدينة خوفا بعد اقتراب الجيش العراقي من مشارف المدينة. عدد كبير من متزعمي وإرهابيي التنظيم قتلوا بمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار جراء قصف جوي استهدفهم، من بينهم ما يسمى الوالي العسكري لدجلة. من جهة أخرى قتل اثنان من شرطة حرس الحدود العراقية وأصيب خمسة آخرون اليوم جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف مقرا لهم غربي محافظة الأنبار. وفي محافظة كركوك أعلن مصدر أمني بالمحافظة أن ستة عراقيين غالبيتهم من الأطفال سقطوا بين قتيل وجريح جراء تفجير إرهابي في قضاء الحويجة جنوب غربي المدينة. وتعاني الساحة العراقية منذ سنوات حالة من الفوضى الأمنية تزايدت خلال العامين الأخيرين مع انتشار مسلحي تنظيم داعش، ولكن الجيش العراقي بالتعاون مع الحشد الشعبي يبذل ويضحي بالكثير للقضاء على الإرهاب بأسرع وقت ممكن الذي يقتل ويفتك بالشعب العراقي بلا رحمة. ذي الساعة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. البرلمان التونسي يصوت بأغلبية ساحقة لسحب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد. عسفوحها ينبت زهر، عجبالها ورد وعطر، أرض الرجول والفدا، أمجادها توزع فخر، لما بتشتد الليالي والنوى، رصاص جيشنا هو الفجر، جيش وشعب كله سوا، بيمشي على دروب النصر.
البرلمان التونسي يصوت بأغلبية ساحقة لسحب الثقة من حكومة لحبيب الصيد. الأتراك يرفضون حالة الطوارئ والحكم الدكتاتورية لنظام أردوغان. مقتل 20 إرهابية من تنظيم داعش بعملية عسكرية في أفغانستان. تحية من جديد. صوت البرلمان التونسي بأغلبية ساحقة لسحب الثقة عن حكومة لحبيب الصيد التي ترنحت تحت وقع التناقضات الكبيرة بين مكوناتها والتحديات الأمنية والاقتصادية التي واجهتها. عام ونصف العام من المناكفات والتناقضات انتهت بتصويت البرلمان التونسي على سحب الثقة عن حكومة لحبيب الصيد، فيما تواجه تونس موجات إرهابية ومحاولات للسيطرة على مناطق تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية، فحركة النهضة الإخوانية والأحزاب العلمانية وفي مقدمها حزب نداء تونس الذي يترأسه الرئيس الباجي قائد السبسي كانت ضمن حكومة وحدة وطنية، إلا أن هذه الحكومة كانت على علاقة سيئة وغير منتظمة مع الرئيس ومع القوى التي تتألف منها قبل أن يتجه رئيسها الصيد إلى البرلمان وفي نيته تجديد الثقة بحكومته، إلا أن ما حصل هو أن البرلمان وضع حداً للمناكفات وحجب الثقة عن الحكومة التي باتت بحكم المستقيلة. الرئيس الباجي قائد السبسي في وضع لا يحسد عليه في ضوء الخلافات داخل نداء تونس وتزايد الخلاف مع القوى السياسية وبخاصة حركة النهضة التي تحاول أن تتعايش مع الأحزاب القومية والعلمانية وسط اتهامات متزايدة بوقوفها وراء موجات الإرهاب التي تجتاح تونس. الأحزاب الأربعة التي تتشكل منها حكومة الصيد قررت عدم تجديد ثقتها بالحكومة، وهو ما انعكس في البرلمان الذي سحب الثقة من حكومة الصيد، وبذلك دخلت البلاد في آتون مرحلة جديدة ربما يعجز الرئيس الباجي قائد السبسي عن التحكم بالأمور التي تكاد تخرج عن السيطرة جراء التنافس الحاد بين القوى والأحزاب من جهة وبين هذه القوى والمجموعات الإرهابية التي تسعى للنفاذ إلى قلب تونس لتعطيل العمليات السياسية. المئات من الأتراك يجتمعون لرفض حالة الطوارئ والحكم الدكتاتوري لنظام أردوغان وللمطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة. بدعوة من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني اجتمع المئات من الأتراك لرفض حالة الطوارئ والحكم الدكتاتوري وللمطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة. نحن هنا للدفاع عن ديمقراطية وحرية وعلمانية الشعب التركي والمبادئ التي رسمها أتاتورك تركيا. ما تقوم به الحكومة الحالية من ممارسات وسياسات ينبئ بتحولات خطيرة قد تؤدي إلى إنهاء الديمقراطية تماما في تركيا. صحيح أنه حدثت محاولة انقلاب ونحن ضدها، ولكن هذا لا يعني بأننا نؤيد العدالة والتنمية. فالحكومة الحالية لا تمت للديمقراطية بأي صلة، وانتظار الديمقراطية من هذه الحكومة ضرب من الخيال. لهذا نحن في الميادين من أجل الدفاع عن ديمقراطيتنا وحريتنا المغتصبة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية. قسم كبير من الشعب التركي يعتبر أن تركيا تشهد الآن انقلابا مدنيا بحجة معاقبة منفذي الانقلاب، وأن الحزب الحاكم يستغل المحاولة لتصفية جميع معارضيه، وأن الحكومة الحالية حكومة دكتاتورية واستبدادية بامتياز تعمل لتعزيز سلطتها فقط ولا تعبر عن تطلعات الشعب التركي. نحن هنا من أجل تركيا ديمقراطية. مطلبنا الوحيد هو رفض حكم العدالة والتنمية الاستبدادي. لهذا نزلنا إلى الشارع من أجل توعية الشعب التركي لحقيقة ممارسة حزب العدالة والتنمية. نريد تركيا علمانية حرة ديمقراطية. الحكومة سلبت كل شيء من يدنا. سنبقى في الميادين حتى أن نصل إلى مبتغانا. لا للانقلاب ولا للاستبداد، الحكم للشعب. نريد بلدا تسوده الديمقراطية والحرية. سنبقى صامدين حتى النصر. أردوغان قاتل وسارق. الحرية للصحافة، الحرية للقضاء. شعارات رفعها المتظاهرون للتعبير عن رفضهم ممارسات الحكومة. تمسك الأتراك بالديمقراطية لا يعني قبولهم حالة الطوارئ،
حيث أنهم يعتبرونها تستغل بحملة قمع شاملة تتعدى المتورطين في محاولة الانقلاب. صالح عبد الفتاح، الإخبارية السورية، أنقرة. قتل 20 إرهابية من تنظيم داعش في عملية عسكرية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم نانغارهار شرق البلاد خلال اليومين الماضيين. ونقلت وكالة الأنباء الصينية أن القوات الأفغانية مدعومة بالطائرات نفذت عملية استهدفت فيها مخابئ تنظيم داعش في مقاطعة كوت. وكانت السلطات الأفغانية أعلنت أمس مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية غرب أفغانستان. تذكير بالعناوين: بتوجيه من الرئيس الأسد جولة تفقدية لعماد أيوب على عدد من تشكيلات الجيش ووحداته العاملة في حلب. آلاف المنشورات على أحياء حلب الشرقية تدعو المسلحين لاغتنام الفرصة والاستفادة من مرسوم العفو. شهداء وجرحى بينهم مراسل الإخبارية في اعتداء إرهابي على تجمع لإجراء مصالحة محلية بريف درعا. ديم ستورا في طهران ونائبه في دمشق لبحث التسوية السياسية وتحضيرات محادثات جنيف. قادة داعش يفرون من الموصل ومقتل وإصابة عدة عراقيين في تفجيرين إرهابيين بالأنبار وكركوك. ختام هذه الساعة الإخبارية، كل الشكر لكم على طيب المتابعة. بأمان الله.